السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويريد لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويريد تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. معايا النهاردة جزئية جديدة، إشارة جديدة من الباب السادس، سينيالي إنديكاسيوني، الإشارات الإرشادية. ده إشارتنا النهاردة، أريا أوتريزاتا كون الليمبيانتي إسكاريكو، منطقة مزودة بتجهيزات لتفريغ مياه عربات السكن أو مياه عربات الصرف الصحي زي الكارفان والأوت كارفان. أريا أوتريزاتا بيرليمبيانتي إسكاريكو، منطقة مزودة بتجهيزات تفريغ عربات السكن. النهاردة هنحل الأسئلة اللي هتجن عليها بكلمة واحدة بس. إيه هي كلمة سانيتاريا؟ كلمة سانيتاريا اللي هي خدمات صحية. كلمة سانيتاريا خدمات صحية، ده الكلمة الوحيدة أو مفتاحنا السحر النهاردة في حل الأسئلة. يلا مع بعض ندخل ونشوف الأسئلة ونطبق كلمة سانيتاريا في حل الأسئلة. نشوف مع بعض كده السؤال الأول. أول سؤال، كلمة سانيتاريا إنجينيكا سانيتاريا اللي هي الخدمات الصحية يبقى فيرو. اتنين سانيتاريا فيرو، تلاتة سانيتاريا فيرو، أربعة سانيتاريا فيرو، خمسة دور معايا بقى على كلمة سانيتاريا مش موجودة تبقى فالسو، ستة دور معايا برضو على كلمة سانيتاريا مش موجودة تبقى فالسو، سبعة دور معايا على كلمة سانيتاريا مش موجودة فالسو، تمانية سانيتاريا مش موجودة فالسو، تسعة دور معايا على كلمة سانيتاريا مش موجودة قول له فالسو. إجابتك صحيحة. كده حليت كام سؤال؟ حليت تسع أسئلة. تسع أسئلة دول إيه؟ دول كل الأسئلة اللي ممكن يجي لك على سينيالي أريا أوتريزاتا كون الليمبيانتي إسكاريكو، منطقة مزودة بتجهيزات تفريغ مياه عربات السكن. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكلمة واحدة بس، سانيتاريا الخدمات الصحية. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، حتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.